أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا تحدث اثنان بلغة لا يفهمها الثالث فهل ذلك من المناجاة المنهي عنها؟ حديث عام. نعم، الحديث عام: لا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا عام في جميع اللغات، يرفع صوته بدون إسراف، لأنه إذا أسر ظن أنه، أما إذا رفع صوته فخل لا بس. نعم.